Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. المتوج حديثا بلقب كاس السوبر الإفريقية على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي وهو اللقب الثاني في مسيرة نادي الرجاء الرياضي الذي يعود لأجواء الدوري المغربي مرة أخرى من أجل السعي لاحتلال المركز الثاني في نهاية الموسم الحالي، وهو المركز الذي سيخول للفريق المشاركة في دوري الأبطال وبالأحرى عودة نادي الرجاء الرياضي لمكانة الشامبيونز ليج، بينما هنا تهنئة من كل فعاليات نادي الكوكب المراكشي بمناسبة تتويج الرجاء بكأس السوبر الإفريقية وتتويج نعم للفريق الأخضر، ولكن أيضا لا ننسى بأنه تتويج لكرة القدم الوطنية في نهائي آخر جمع بين مراكشية طبعا التي فرضت على المكتب المسير هذا الرجل الغير غريب عن العائلة المراكشية المراكشي، بينما كرة هنا ملعوبة العرضية والمتابعة في نهاية المطاف من الجهة اليمنى. طبعا تذكر الكوكب المراكشي مع إفريقي لو تتذكروا الموقعة نعم التي لن تنسى بالنسبة لأنصار ملهاني، بينما التنشيط الهجومي طبعا القيادة ستكون لعبد الإله العميمي، واحد من الوجوه المعروفة في تشكيلة فريق الكوكب المراكشي. رضا الزهراوي تقريبا أسلوبه بالنسبة لعز الدين بنيس، الاعتماد على بولاكسوت ورضا الزهراوي وكذلك عبد الإله، بينما الكرة هنا رجوية على الجهة اليسرى، محاولة المرور من جانب لعب رحيمي والكرة تطول بعد ذلك. المراكشي محمود بن حليم من الاختيارات الأساسية واللي أصبح طبعا واحد جاء اللاعب محمود بن حليم اللاعب السابق لنادي اتحاد الفتح الرياضي، هنا فترة اللي يحتاج فيها فريق الكوكب المراكشي المناصرة والتشجيع من طرف مدينة وفي مدن أخرى. في الجهة اليمنى واحدة اثنين محاولة الاختراق، ولكن فابريس نقا دائما مراكشية، الاختراق لم يكن ممكنا مع تواجد اللاعب فابري. أربع مباريات أربع مباريات جرت يوسفية برشيد مع المولودية الوجدية اللي قال انتهى 1-1، بينما لمسة على حساب المغرب التطواني، فرصة رجوية داخل منطقة الجزاء، دائما الكرة لا زالت قائمة والهجمة لا زالت متواصلة لفيش الحارس أنس زليتي، بينما زكريا حذراف يرتكب الخطأ وبالتالي في ذلك النهائي ب 2-0 على حساب النجم الساحلي التونسي، بينما كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، زكريا حذراف يحاول لكن التماس مرفوعة داخل منطقة الجزاء، فرصة محمد بايو، بايو يتصدى ليبرسي كرة منك يا عمر يا ابو طيب، وجد في منطقة الجزاء اخر شيء كنا نتصوره الحضور لعمر ابو طيب في هذا الموقع بالذات، يسدد الكرة وتصدي رائع، التصدي كان ممتاز منك يا محمد يا بايو في الركنية. الرجاء الرياضي تلعب الركنية من طرف اللاعب عبد الرحمن الشاكير، وصلت لفابريز، فابريز المتابعة هو الذي سيسهل بكل تأكيد مهمة فريق الرجاء الرياضي للخروج بالانتصار وبالتالي يقفز إلى مركز الوصف. ذكرت بأن الأخضر الآن غير مسموح له بيلقى الترجي الرياضي التونسي، الآن أعتقد يفعل لقب البطولة الوطنية 2020 وأكد بلقب كأس السوبر، بينما الكوت أكادير زد على ذلك بدرجة أقل، يوسفية برشرة تمشي كرة أمامية في اتجاه من زكريا حذراف، وحده زكريا لحق بالكرة، صعب جدا مراكشي والنجم الساحلي في 6 فاز باللقب الكونفدرالية على حساب السي اس اس نادي صفاقسي، بينما فرصة للكون ورات لعناصر الكوكب المراكشي لهذا مرة أخرى لهذه العرضية البحث في اللقطة الماضية على الدابي وكذلك الزهراوي، لكن كثير من المباريات لحساب الأندية المغربية، الكرة أمامية والمتابعة شيل لي فعلا كان حاضر في ذلك العديد من الألقاب سواء في الدوري المغربي وكذلك كأس السلامة على مشارف في منطقة جزاء، واليعقوب يشاف فيها خطأ نعم اليعقوب منطقة جزاء لإعادة للسلام، لاحظوا هنا الذكاء والهاني لإصطاد نعم الهاني لإصطاد ركلة حرة، غوزول يسدد الكرة تطبيع الجدار، وأنس سازليت يتصدى لهذه الكرة نعم يا أخطر كرة مراكشية في هذه اللحظات، غوزول يسدد ويتابع بعد ذلك، تحصل على الركنية تلعب الركنية بسرعة، هنا وصريسي العرضية داخل منطقة الجزاء، يخرج أنس يتابع هذه الكرة، وقلت كان هو المنقذ في كثير من المباريات لها محسن ياجور وجانب من هذه الطرفية الصعبة. بالعودة لمحسن ياجور صاحب 12 هدف فارق 3 أهداف بينه وبين لابا كونجو مهاجم النهضة البركانية، مشاهدي الكرام هذه لإعادة لكرة اللعبة غوزول والمتابعة من كوليبالي، لكن وضعية كانت ممتازة لأنس الزنيتي ليبعد بعد ذلك إلى الرب ياسر جارسي عكس ياسر وبدر بنوني، وتناء غوزول
ضاعت يا غوزول. حاول في عبد الرحيم جدا من العملية وشير إلى التدخل الواضح من الخلف. نعم فيها تدخل. بينما اللقطة الماضية ياسر شارسي يرفع بهذا الشكل. ولاحظوا الطريقة الجميلة من اللاعب الزهراوي. نعم رضا الزهراوي في لمسة فنية رائعة. الآن بالنسبة للراجة مركز الوصافة والعقد الذي سيلعب مباراة أمام هورويا يوم السبت. نعم هناك في أما ثلاث انتصارات الماضية فكانت في مرحلة الذهاب أخيرا من الهدف الثاني أمام الكوكب المراكشي. نعم اللقاء الذهاب التونسي مشاهدين الكرام بملعب رادس الانتصار أنذاك بركلات الجزاء الترجيحية لفائدتي في دوري الكبار الموسم القادم. بينما الكرة تروى لا يتسل. نعم محمد فيدرالية ولقبان كذلك اللي كان واحد من المدافعين المميزين. بينما فرصة بنو رحيم. نعم من ضيع فلهذا مرة أخرى ياجور مرر له بشكل ممتاز مرتز. لا محسن ياجور نحاول رفع الكرة الجانبية. هنا شوف التفاعل من يوسف السفري وكذلك الطاقم المساعد الثانية. لا بأس نقرب الصورة مشاهد الجولة 24 والكرة المنافسة ستكون قوية جدا في الجولات القادمة بين الرفع عند التشكيلة المثالية بالتشكيلة الذي يبدأ به في كل مباراة. الجولة لعدم مجددا الصعوبة الكبيرة التي هو كوليبالي يرفع وضعية التسلل. وضعية الكرة الماضية نعم كان متسلل فيها اللاعب ياسين الداوي وبالتالي قرار سليم من الحكم المساعد. بينما عبد الرحيم يلقى فرصة لعناصر الكوكب المراكشي. أميمي سدد أميمي ولكن مرة جاي يتفوق على فابريس نجا ولكن لم يركز في هذه التسديد. بعد ذلك ينطلق عبد الإله أميمي يتفوق على فابريس. هنا حاول أميمي أن يضع في الركن الأيمن لمرمى الحارس أنس الزيتي ولكن مع صعود الثنائي بدر بنون وكذلك إلياس الحدال. بينما هنا اللقطة اللي كان فيها تحضر للمباراة فرصة بالرأس لبعاد. بعد ذلك تخرج الميلاني حاضر وعندما كان قبله أيضا عزيز العمري الرجل اللي صنع انتصارات ودوري الدرجة الثانية. انطلاقة من الجهة الأسرة العرضية ربما الحسيمي من النزول في آخر الجولات. بينما انطلاقة هنا الكرة والعرضية فرصة زايا يتدخل في الظروف الحسيمة ليست كذلك في مدينة مراكش ومع الكوكب المراكشي وبالتالي سوء هذا القرار والانفصال على عزيز العمري. ومن ثم جاء العميمي عميمي عرضية يرفع عميمي لكن ما عدت الحارس هنا أنس الزنيتي. نعم حاول فيها عبد الله عميمي لبعض الأمتار عن المرمى لعدم مجددا. لاحظوا دائما الجهة اليسرى يعاني من طنجة ولكن أيضا النقاط هم فريق بمرجعية كبيرة وبإرتين كبير وبقاعدة جماهيرية حتى المركز الأخير. هنا فرصة الزهراوي. الزهراوي جرب حده ويسدد من خارج منطقة لعدم مجددا. هنا كان في وضعية مثالية للتسديد. جرب هنا بالقدم اليسرى هنا مرت عالية على مرمى الحارس أنس الزيتي. يتفوق عليه عبد الإله عميمي. مراوغة ممتازة العميمي في العمق ممتازة تغطية بن حليبي مرة الكرة لسفيان العرضية سيدخل زي هو قال لا كبير قام بها الدائرة لحد الجميع وسيدخل لمنطقة الجزاء في نهاية المطاف. شوف الإعادة كيف تفوق على زكريا حذاف وتفوق على زكريا الوردي قبل أن يتدخل المدافع في نهاية المطاف. إلياس الحدال في وضعية ممتازة يخرج هذه الكرة. نعم تحركات مراكشية من الجهة اليمنى. يا سلام عليك يا بدر يا سلام فقط ويقف زكريا حذاف وبيدي كرة سفيان. يمر سفيان دائما معك يا سفيان في عملية المناح. يسجل حضوره في هذه اللحظات. تحية من باتريس كارتيرون اللي يعرف زكريا حذراف استنسف كل قوى في مباراة كأس السوبر وبالتالي لم يبدأ دقيقة بنفس الرتم. الكرة مرفوعة فرصة المتابعة بعناصر الرجاء الرياضي. فابريس يعيد لمنطقة الجزاء يرفع فرصة تسديدة يتمكن من افتتاح باب التهديف لبطل السوبر الافريقي. نعم الرجاء الرياضي. نعم هي الثواني الاولى لك يا نناح. نقطة تحسب وهدف يحسب للمدرب باتريس كارتيرون. دخول لثواني هذا حطاله فابريس على الطاير كما
جاز سدد في الزاوية البعيدة 1-0. نعم فابريس حطاله على المقص هنا باليمنى. نعم بقوة وبتركيز عالي جدا أيوب نناح يتمكن من مرحلة أفضلية لكتيبة الرجاوية بهذه الطريقة. يا سلام عليك يا سلام عليك يا أيوب يا نناح دور المنقي. نعم معك يا نناح سشباك عمار ممتازة يجر 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 هو 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 ركلة جزاء لا تحتاج إلى إعادة. هاي الإعادة لنتأكد أكثر في ركلة جزاء واضحة واضحة. بعيو يرتكب الخطأ هنا الخطأ الأول بعد ذلك ياجور ينطلق هنا بعيو يقع في المحظور وبالتالي ركلة جزاء صحيحة 100% لفريق الرجاء الرياضي وفرصة لإضافة الهدف الثاني وبقرب من المتصدر لابا ياجور 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 والثاني الثاني رجاوي ياجور يعود لمعانقة الشباك من جديد ثاني هدف الأخضر هو الهدف الثالث عشر له في مسيرة هذا الموسم على بعد هدفين من المتصدر مهاجم النهضة البركانية لابا كونجو. إذا النتيجة تتغير وتهتز المدرجات أنصار الرجاء الرياضي فرحون سعداء بهذه الثنائية هنا أمام فارس النخيل. الكوكب يغرق يا سادة يا كرام الكوكب يغرق والرجاء يحلق الكوكب يغرق والرجاء في العلال اليوم الرجاء يطير نحو مركز الوصافة اليوم بينما الكوكب يتساءل وينادي ويستغيت هل من طوق نجاة أنا أغرق 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 الكوكب تغرق والكوكب تقترب من دور الدرجة جول الكوكب يقلص الفارق. نعم الكوكب يقلص الفارق في هذه اللحظات. نعم المراكشيون عن طريق أغوزول من كرة ثابتة الكوكب يقلص الفارق في وقت ممكن قد يعيد ممكن يعيد الكوكب المراكشي للأجواء ممكن يعيد الكوكب المراكشي لجو المباراة. تدور هاني يرفع الكرة بالرأس أغوزول حط في الشباك. نعم هذه الإعادة من زاوية أخرى هاني يعكس ثم بعد ذلك أغوزول كان الأسرع يخطفها وبالتالي برأسية يقلص الفارق هدفين مقابل هدف واحد في عشر دقائق المتبقية أو ما يزيد بثواني المدافع أغوزول حل جامل المدافع الحل جامل المدافع أغوزول هاني كرة في وسط الميدان مرة أخرى ترجع لفائدة فريق الرجاء نياسي نياسي يطلب المساندة لمن يطلب رحيمي من التخلص من الرقابة يمشي نياسي عنده الهاني رحيمي في الاستلام رحيمي بينيا ممتازة ممتازة في اتجاه ياجور ولكن تقطع في نهاية المطاف من جانب الدفاع